بيبدأ المسلسل بجريس وهي واقفة في محطة القطر، وبيكون المفتش كامبل واقف قدامها ومصوب عليها المسدس، وجريس بتكون مصدومة من الموقف لكنها بتكون أسرع منه، وبترفع إيديها وهي ماسكة بيها المسدس في شنطتها وبتضربه بالنار، وبيقع المفتش كامبل في ساعتها وبتسيبه جريس وبتمشي. قبل ما نكمل، ده الموسم الثاني من بيكي بليندرز، واللي ما اتفرجش على الموسم الأول هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. وبنروح لمدينة برمنجهام بعد سنتين من أحداث الموسم الأول، وبنشوف اتنين ستات ماشيين ومعاهم عربيات أطفال، وبيسيبوا العربيات قدام حانة جيرسون بتاعت أرثر وبيجروا بسرعة بعيد عن الحانة، وبتنفجر العربيات وبتنفجر الحانه كلها. وبنشوف بعد كده عيله شيلبي وهم واقفين في العزا بتاع فريدي سورن، وبنعرف ان فريدي مات بسبب وباء كان منتشر ساعتها، وبيقول توماس خطاب على قبره، وبتكون عايده حزينه على موت جوزها فريدي. وبعد كده بيتكلم معاها توماس وبيقول لها تيجي وتعيش معاهم بدل ما تعيش لوحدها في لندن بعد موت فريدي. ترفض عايده بسبب انها متمسكه بافكار جوزها فريدي الشيوعيه، وبتقول له انت عارف ان في الوقت اللي انت عندك فيه فلوس كتير قوي في ناس كتير قوي مش لاقيه تاكل. وهنا توماس قال لها انه عاوزها تعيش معاهم عشان يقدر يحميها، لانه بيخاطر للتوسع في لندن وهيكون في حرب بينه وبين العصابات اللي في لندن، ومش هينفع يدخل الحرب دي وهو قلقان عليها لانها عايشه هناك. لكن بترفض ايدا وبتقوله انها دلوقتي تبع عائلة سورن وملهاش علاقة بعائلة شيلبي، وبتسيبه وبتمشي. واتضايق توماس وقال العم بولي انه هيخلي رجالته يحموها لحد ما الحرب تنتهي. وبيروح توماس للحانة بتاعت جيرسون وبيتصدم لما بيشوف اللي حصل، وبيقول له مأمور الاسم تفتكر مين اللي عمل كده؟ وقال له توماس بيتهيألي الحريق ده بسبب الغاز، واداله فلوس وقال له يمشي. وراح بعد كده توماس لحانة البلاك ليون واللي بيجتمع فيها الايرلنديين، وبيجي له طفل صغير وبيسأل عليه وبيقول له تعالى ورايا، وبيروح توماس وراه لحد ما بيوصل المقر بتاعهم، وهناك بياخدوا منه سلاحه والبالتو بتاعه وبيغطوا له وشه وبيدخلوا له الاوضه اللي فيها القاده. واول ما بيكشفوا وش توماس بيلاقوا قدامه راجل وست، وسالهم مين اللي فجر الحانه بتاعتي. وهنا القائده اتريقت على توماس وقالت له انت معروف بانك واثق من نفسك وانك ما بتخافش من حاجه، بس الكلام هنا مختلف. وقال لها توماس ان الملك عرض هدنه على الجيش الايرلندي وانتوا جايين دلوقتي وبتطلبوا الحرب. ساعتها قام القائد اللي معاها وصوب عليه المسدس وقال له لو اتكلمت تاني هفجر دماغك. وهنا بص توماس للقائده وقال لها انت اسمك ايرين وعندك ابن اسمه شون وبيدرس في مدرسه تشيري، وانا متاكد انك هتزعلي قوي لو حصل له حاجه. وبصيت له ايرين وهي مصدومه انه عارف عنها كل ده، وقالت للي معاها ينزل المسدس بتاعه، وقالت لتوماس ان هي كمان عارفه عنه كل حاجه، وهددته انه لو ما نفذش المطلوب منه فساعتها مش حانة جيرسون بس هي اللي هتتفجر، وقالت له كبدايه هتقتل شخص اسمه ايمن دوجن وسابوه يمشي. اضطر توماس انه يوافق، وساعتها طلع وهو متضايق لانهم جوله في الوقت اللي هو كان مشغول فيه بحرب مع عصابات لندن. وبيكون ارثر في الوقت ده بيتمرن، وبيجي له اخو الصغير فين وبيقول له ان توماس عاوزهم عشان عاملين اجتماع للعيله، وفي الاجتماع قال لهم توماس ان التوسع في لندن هيبدا من بكره. بعد كده سالته العمه بولي وقالت له كنت بتعمل ايه في حانه البلاك ليون؟ وهنا قال لها توماس ان الايرلنديين هم اللي فجروا الحانه وان هو هيحل معاهم الموضوع ده بطريقته. ولما سالته اشمعنى موضوع التوسع هيبدا بكره، قال لها توماس ان اكبر عصابتين في لندن هم العصابه الايطاليه والعصابه اليهوديه، وانا عرفت ان هم الاثنين بيحاربوا بعض بقالهم 6 شهور واليهود بيخسروا ومحتاجين حلفاء، وهو قرر انه يتحالف معاهم ويحارب العصابه الايطاليه وياخد مكانهم. وعرفها انه صادف ان كل العصابات هيكونوا مشغولين بكره في مكان السباقات. واستغربت العمه بولي وقالت له انت بقى هتظهر وتحتل المدينه؟ وقال لها توماس انه هيستغل الفرصه مش اكتر. وراح بعد كده توماس عشان يعمل علاقه مع ليزي، وبنعرف ان ليزي دي فتاه ليل لكن عندها طموح وبتحاول انها تشوف شغلانه ثانيه تكسب منها رزقها. وبتقول له توماس انها اشترت اله كاتبه وبتتعلم عليها عشان تقدر تشتغل في اي مكان محترم وتبطل شغلها اللي مش تمام، ومهتمش توماس لكلامها وادها فلوس وسابها ومشي. وبنشوف بعد كده العمه بولي وهي رايحه لوحدها على الرافه بيقولوا انها بتعرف المستخبي، وبتقول لها بولي انها بتشوف حلم غريب بيتكرر معاها دايما وبيفكرها بولادها اللي اتاخدوا منها زمان في الكنيسه قبل الحرب. وبنعرف ان العمه بولي كانت متجوزه قبل كده وجوزها مات بسبب شرب الخمر الكتير، وكانت بولي ساعتها مش في احسن حال، وعلشان كده الكنيسه خدت منها ابنها وبنتها لانهم شافوا انها مش تقدر تربيهم وحطوهم في دار ايتام، وقالت لها العرافه ان تفسير حلمها ده معناه ان بنتها مات. ساعتها خرجت العمه بولي وهي منهاره من العياط، وفي الوقت ده بيروح توماس عشان يقتل ايمون دوجن زي ما مرته ايرين، وبيضربه بالنار وبيموت في ساعتها. وتاني يوم بيروح توماس وهو واخته للكازينو بتاع سابيني رئيس العصابه الايطاليه في لندن، وبيدخلوا هناك وبيضربوا معظم الناس اللي موجودين في الكازينو. وبعدها قال لهم توماس احنا جايين هنا عشان نكون اصدقاء جدد، لكن لو حابين نبقى اعداء فانتوا عارفين مكاننا فين. وبعد كده راح توماس لليزي وقال لها انه عامل لها مفاجاه، وطلب منها تغمض عينها وتجرب تكتب اللي هيقوله، وقال لها جمله وكتبتها فعلا. وهنا قال لها توماس انه عاوزها تبقى السكرتيره بتاعته وهو هيديها مرتب كويس جدا، وفي المقابل تبطل شغلها اللي مش تمام للابد من غير اي استثناءات. وبتفرح ليزي وبتوافق لانها حست ان حلمها اتحقق اخيرا. وبينزل توماس من عندها وبيروح عشان يركب عربيته، اتفاجئ برجاله سابيني وهم طالعين عليه بالاسلحه وفضلوا يضربوا فيه. في نفس الوقت ده 3 من رجاله سابيني تهجموا على ايدا عشان
عشان يخطفوها، وحاول توماس انه يقاوم لكن عددهم كان كبير وقدروا انهم يتغلبوا عليه وكسروا له عظمه لدرجه انه ما بقاش قادر يقف مكانه. وقال له سابيني انت استغلت غيابي وتهجمت على الكازينو بتاعي وافتكرت ان الدنيا في لندن سهله، عاوز تيجي وتاخد لنفسك جنب وتتحالف مع اليهود ديدي وفاكرها هتعدي بالسهل تبقى بتحلم، وافتكر كلامي ده كويس وانت في جهنم. وامر واحد من رجالته انه يقتله، لكن اول ما صوب مسدسه على توماس الشرطه ضربت عليهم نار وهجمت عليهم وهربوا كلهم في ساعتها وسابوا توماس. وبنكتشف ان اللي كان بيقود الشرطه في الوقت ده هو المفتش كيمبل، ونقلوا توماس على طول على المستشفى. وبنرجع لايدا وهي في العربيه مع رجاله سابيني وبتحاول تقاومهم، لكن فجاه بتقف عربيه تانية قدامه بينزل منها ثلاث اشخاص وبيضربوا رجاله سابيني بالنار وبيحرروا ايدا، لكنها بتكون منهاره وبيقول لها واحد منهم انهم رجاله توماس شيلبي، لكن بتضربوا ايدا وبتتعصب عليه وبتسيبهم وبتمشي وهي منهاره من العيون. وبعد كده بيروح المفتش كيمبل لتوماس المستشفى وعرفه انه بيراقبه من فتره علشان كده جاله في الوقت المناسب، وقال له ان المفروض انه يشكره لانه انقذ حياته. وهنا توماس قطع كلامه وفكره بجريس وقال له انها دلوقتي متجوزه راجل غني وعايشه معاه في نيويورك. وقال له المفتش كيمبل اراهن انها دلوقتي عايشه حياه سعيده بعد ما بعدت عندنا احنا الاثنين. وهنا قطع توماس كلامه للمره الثانيه وحاول يستفزه وقال له انا عارف ان لو اتضرب عليك نار من واحده ست هتحس بنفس الالم اللي هتحس بيه لو راجل هو اللي ضرب عليك نار، لكنها بتبقى حاجه تكسف بجد. واستهزأ بيه توماس وقال له انا لما اتصبت في الحرب ادوني وسام، اراهن انك ما خدتش وسام لما ضربتك بالنار. وساله ممكن توصف لي احساسك كان ايه ساعتها؟ اراهن انك بتشوف صورتها في كل مره بتسند فيها على كذا. ساعتها اتضايق المفتش كيمبل وتعصب على توماس وفهمه انه عارف انه قتل ايمون دوجن وعنده شهود بكده، وقال له انا عاوزك في مهمه معينه وانت غصب عنك هتنفذها، وهدده انه لو ما نفذتش اللي هيطلبه منه هيعدمه عشان جريمه القتل، وقال له لما تبقى تعرف تقف على رجليك هقول لك اللي عاوزه منك، وسابه ومشي. وفي الليل بيروح توماس لرجالته في المينا وبيستغربوا جدا لان الدكاتره قالت لهم انه مش هيخرج قبل شهر، لكن توماس بيقول لهم ان عنده حاجات لازم يعملها في لندن وعرفهم انه رايح بالمركب، وقال له واحد منهم وبنعرف ان اسمه كيرلي يروح معاه عشان يساعده هم في الطريق لحد ما يوصلوا لندن. وبعد اربع ايام بيوصل توماس لندن وبتكون صحته اتحسنت وبيروح عشان يقابل رئيس عصابه اليهود الفي سوليمونز وقعدوا يتكلموا مع بعض، وقال له الفي انا سمعت ان الشرطه هي اللي انقذت حياتي، وعرفوا توماس انه بيدفع للشرطه عشان الحمايه وفهموا الفي انه مش بيثق فيهم، وقال له توماس ان سابيني بيدفع للشرطه وبيستعين بيهم دايما عشان كده هو اللي بيكسب الحرب ضدك وانت اللي بتخسر. واتضايق الفي واعترض على كلامه وقال له طالما انا لسه عايش يبقى الحرب لسه ما خلصتش، فهموا ان الحرب محتاجه صبر، وقال له انت جاي دلوقتي طبعا عشان تتحالف معايا وفاكر اني محتاج لك، لكن اللي انت ما تعرفوش ان انا اللي هكسب في الاخر. وصوب مسدسه على توماس وفهمه انه عارف بخيانته لبيلي كيمبر قبل كده، وقال له لو العرض اللي انت جاي تقدمه ما عجبنيش هتموت دلوقتي. ساعتها قال له توماس انه عارف ان سابيني هو اللي مسيطر على السباب بتاعت الفي في لندن، ومش بس كده ده كمان بيعمل صفقات عشان يستولى على مصنع الخمر بتاعه، وعرفه انه يقدر يوفر له 100 راجل مسلح في خدمته وكمان هيخلي الشرطه كلها في جيبه. وافق الفي على العرض واتفق على كده. ويروح بعد كده توماس عشان يقابل اخته ايدا وبيقول لها انها لازم تتنقل من الشقه اللي عايشه فيها علشان المكان هنا خطر عليها، واعترضت ايدا على كلامه وقالت له ما يتدخلش في حياتها، لكن توماس فاجئها وقال لها انه اشترى لها فيلا في لندن واداها المفتاح وعرفها انه كاتبها باسمها ومن دلوقتي تقدر تعيش فيها هي وابنها كارلي في امان. وبتفرح ايدا وبتوافق على العرض. وبعد كده بيروح توماس عشان يعمل مفاجاه للعمه بولي يوم عيد ميلادها، وخدها هو واخواته وراحوا الفيلا وعرفها انها من دلوقتي تقدر تعيش هنا براحتها، وقال لها انه كاتبها باسمها هي كمان، وادها ارسل المفتاح وقال لها الف مبروك. وقعد معاها توماس وفهمها انه عارف انها راحت للعراف وسالها ليه ما قلتليش انك بتدور على اولادي، وقال لها انه كلم ناس في الكنيسه وهيجيبوا له اخبارهم قريب ولو لسه عايشين هجيبهم عشان يعيشوا معاكي هنا. وبتتفاجئ العمه بولي ان توماس عرف كل ده وبتفرح بالخبر ده جدا. وبنشوف المفتش كيمبل هنا وهو بيقابل وزير تشرشل وبيتفاجئ بيه وهو بيقرا رساله بعتها له توماس شيلبي، وقال له انه راجل حاصل على اسامه في الحرب في فرنسا وانه ما عندوش مانع ابدا انه يخدم بلده مره ثانيه، لكن هو عنده طلب واحد وهو انه يحصل على رخصه استيراد وتصدير دوليه واللي عن طريقها يقدر انه يصدر ويستورد بشكل قانوني على مستوى العالم. وبيعترض المفتش كيمبل على طلب توماس، لكن الوزير قال له ان توماس جندي قدر انه يخدم بلده قبل كده في الحرب واحنا دلوقتي طالبين منه انه يخدمها ثاني، وفي مقابل كل اللي عمله واللي لسه هيعمله فانا شايف ان طلبه ده سهل جدا ان ننفذه له، ووافق على طلب توماس. واتضايق المفتش كيمبل جدا وفهم ساعتها ان توماس مش سهل زي ما كان فاكر، وقال للوزير تشرشل ان توماس راجل عصابات وبيشتغل في حاجات غير قانونيه كتير وفهمه ان ناوي يخلص منه اول ما ينفذ مهمته، وقال للوزير تشرشل اعمل اللي انت عايزه. وبنرجع لتوماس واللي قدر انه يعرف مكان مايكل ابن العمه بولي وراح هناك عشان
كانت فاهم مع والدته بالتبني وشاف مايكل وقال له ان امه عايشه وعاوزه تشوف، اداله الكارت اللي فيه عنوانهم في مدينه برمنجهام، لكن اتضايقت ام مايكل جدا وخافت لابنها اللي بتحبه يضيع منها. وراح توماس عشان يبلغ العمه بولي بالخبر وقال لها انه عارف ان بنتها ماتت بسبب المرض، لكن الخبر الحلو ان ابنها مايكل لسه عايش. وعرفها انه شاف ابنها بنفسه واتكلم معاه، لكنه رفض يديها عنوانه وقال لها انه هيديها العنوان اول ما مايكل يتم 18 سنه، لانه ساعتها هيكون مسؤول عن نفسه بشكل قانوني ويقدر ياخد قراره بنفسه. واتضايقت العمه بولي ساعتها جدا وصوبت عليه المسدس وهددته انه لو ما عرفهاش العنوان هتقتله، لكن توماس فاهمها انها لو قتلته مش هتقدر تعرف مكان ابنها ابدا. تستسلم العمه بولي لقرار توماس وبتسيبه وبتمشي، وبيروحوا كلهم عشان يحتفلوا بافتتاح حانة جارسون بعد الانفجار اللي حصل. وتاني يوم بتتفاجئ العمه بولي بشاب واقف قدام باب بيتها وبيسالها عن واحده اسمها اليزابيث جراي، وبنعرف ان ده اسم العمه بولي الحقيقي، ولما سالته عاوزها ليه قال لها انها امه وعرفها ان اسمه مايكل. واتصدمت العمه بولي من اللي بيحصل وراح بيه وقدمت له اكل وقالت له انها امه، وقال لها مايكل انه كان حاسس بكده اول ما شافها. وفي الوقت ده العمه بولي كانت فرحانه بابنها جدا، وهنا دخل ارثر وجون وسالوها مين ده، لكن توماس دخل وراهم وعرفهم ان ده مايكل ابن عمتهم بولي. ورحب بيه جون وارثر وقال له توماس انه مبسوط بوجوده معاهم. وقامت العمه بولي وحضنته قدامهم وخدهم توماس وخرجوا. وراح بعد كده ميت راجل لإلفي حسب الاتفاق بقيادة واحد من رجالة توماس واسمه بيلي علشان يبقوا من رجالته زي ما وعدوا توماس. بنشوف بعد كده توماس وهو مجتمع بعيلته، ولأن العمة بولي هي المسؤولة عن خزنة العيلة فبيقول لها توماس انه ياخد 1000 جنيه عشان يشتري بيها حصان عربي معروض في مزاد الحصان اللي في لندن على امل انه يكسب في السباق بتاع الحصان ضد الحصان بتاع سابيني. وبتستغرب العمة بولي لان السعر ده وقتها كان اكبر بكتير من انه يشتري حصان واحد، لكنها بتوافق في النهايه لان توماس كالعاده قال لها انه عارف هو بيعمل ايه. وبيروحوا كلهم المزاد وبيكون معاهم مايكل ابن العمة بولي، وبيدخل توماس المزاد على الحصان وبيقدر انه يكسب الحصان في المزاد، وهناك بيقابل ماي واللي بتقول انها مدربه خيول وانها معجبه قوي بالحصان العربي اللي هو اشتراه، وديت له الكارت بتاعها وقالت له لو فكرت تدرب الحصان بتاعك للسبق كلمني، وقال لها توماس هشوف وسابها ومشي. وتاني يوم بيروح توماس يقابل مفتش كيمبل عشان يقول له هم طالبين منه يعمل ايه، لكن توماس بيتصدم لما بيشوف الاتنين القادة الايرلنديين موجودين هناك. وبيقول المفتش كيمبل عرفت بقى انا ازاي عارف عنك كل حاجة، وعرفوا انهم تابعوا وان الجيش الايرلندي متحالف مع الملك في الوقت الحالي، وفهموا انهم طالبين منه يقتل ضابط انجليزي فاسد، ومن مصلحتهم ان محدش يعرف انهم متورطين في الموضوع ده، علشان كده قرروا ان توماس هو اللي يقوم بالمهمة دي. وقال له القائد الايرلندي انه ما عندوش خيار تاني وانه لو ما نفذش اللي طالبينه منه هيقتلوه. واتضايق توماس جدا لانه حاسس انه بيتلعب بيه، وقال لهم رغم كل اللي انتوا قلتوه لكن انا مش موافق، وسابهم وخرج. طلع وراه المفتش كيمبل وقال له انت وعدت الوزير تشرشل انك هتنفذ المهمة المطلوبة منك، وعلى الاساس ده قدرت انك تحصل على رخصة الاستيراد والتصدير. وهنا قال له توماس انه مش معترض ولا حاجه، لكنه عارف ان القائد الايرلندي اللي معاهم اسمه دونالد هنري، وعرفوا انه بيشتغل جاسوس مع جزء من الجيش الايرلندي اللي ضد التحالف مع الملك، وفهموا انه بنقول لهم كل كلمه. استغرب المفتش كيمبل جدا ان توماس عارف كل ده، وقال له توماس انا متاكد من كلامي والمهم انا هقبل بيها اول ما تقول لي انك اتخلصت من الجاسوس ده، وخد الملف بتاع الضابط الانجليزي وسابه ومشي. وبيروح بعد كده ارثر ومعاه رجاله كتير للكازينو بتاع سابيني باوامر من توماس، وبيضربوا كل رجاله سابيني، وبيضرب ارثر المساعد بتاعه وبيكسره خالص، وبيقول له ان الكازينو دلوقتي بقى بتاعهم باوامر من البيك بلندرز. وبيكون توماس في الوقت ده قاعد في مكتبه، وبيدخل عليه مايكل وبيقول له انه جاي دلوقتي عشان يقدم في وظيفه المحاسب اللي كان رافعها توماس في الجريده. وبيرفض توماس في البدايه لان العمه بولي كانت مفهماه انها مش عاوزه تدخل مايكل في شغل العيله وعاوزاه يطلع كويس ويبعد عن شغل العصابات، لكن مايكل كان ليه راي تاني وقعد وقال لتوماس انه بيفهم في الحسابات كويس جدا، وعرفه انه واخد كورسات في المحاسبه في اكتر من جامعه، وقال له انا عارف انكم عصابه وناوي اكمل معاكم على الاساس ده. واضطر توماس انه يوافق لما شاف اصراره، بس قال لمايكل ياخد موافقه العمه بولي الاول. وبنشوف بعد كده ماي وهي واقفه مع توماس في مقر العصابه في مدينه برمنجهام، وكان طالبها توماس لانه وافق انها تاخد الحصان بتاعه وتدربه عشان يكسب السبق، وراحت بعد كده مع توماس واستلمت الحصان. وبعد كده بيكونوا كلهم في الكازينو بيحتفلوا بانضمام مايكل معاهم في شغل العيله بعد ما العمه بولي وافقت انه يشتغل معاهم، وبيديله توماس ساعه هديه وبيفرح بيها مايكل جدا وبيكملوا احتفال. وبيروح بعد كده توماس وبيجتمع مع اخواته والعمه بولي، وبيقول لهم انه ابتدى يشتغل في استيراد وتصدير الكحول مع إلفي رئيس عصابه اليهود. بيعرف ارثر ان هو اللي هيبقى مسؤول بعد كده عن الشغل اللي بينه وبين إلفي، وبيكون توماس في الوقت ده فرحان لانه حاسس ان كل حاجه ماشيه زي ما هو مخطط بالظبط، لكن اللي هو ما يعرفوش ان سابيني كان له راي تاني. وبنشوف بعد كده سابيني وهو راح لإلفي عشان يتحالف معاه، وبيلومه عشان دخل ما بينهم عيله شيلبي، وبيحاول يتفاوض معاه وبيقول له احنا طول عمرنا اخوات، صحيح ساعات بنتخانق وفي اغلب الاوقات مش بنكون متفاهمين، لكن
العلاقة اللي بيننا عمرها ما توصل للحرب. وقال له إلفي انت طول عمرك بتضطهد اليهود واحنا عمرنا ما كنا اخوات، لكن سابيني اعترض على كلامه واعتذر له عشان اضطهاده لليهود، وفهمه انه جاي النهاردة عشان يتفقوا مع بعض ويبقوا واحد. وقال له غير صداقتنا الشرطة كلها هتبقى في جيبك، ده غير ان هيبقى ليك حصة في كل سباقات الحصان اللي في لندن. وافق إلفي لان العرض كان مغري، وقرر انه يخون عصابة البيك بليندرز ويمنعهم من دخول لندن تماما. وفي الوقت ده بيكون توماس عند ماي وبيندهش جدا لما بيعرف ان عندها قصر كامل بتاعها، وبترحب بماي وبتقترح عليه انه يقضي اليوم النهارده عندها في القصر، وبيوافق توماس وبيقضوا يوم حلو مع بعض. وتاني يوم بيروح ارثر ومعاه بيلي عشان يتكلم مع إلفي على اساس انه المسؤول عن الشغل اللي ما بينهم زي ما قال له توماس، لكن المفاجأة اللي ما كانش يعرفها ارثر ان إلفي قرر يخونه. وفي الوقت اللي هما بيتكلموا فيه طلع واحد من رجالة إلفي مسدسه وقتل بيلي، واتجنن ارثر وتعصب عليهم لكنهم مسكوه وصوبوا عليه المسدس وضربوا إلفي ورجالته لحد ما وقع على الارض. ساعتها دخلت الشرطه وقال لهم إلفي انهم ضربوا ارثر وتحفظوا عليه لانه قتل بيلي، وخدته الشرطه في ساعتها. في الوقت ده سابيني كان في الكازينو بتاعه بيضرب كل رجال توماس اللي هناك، وقال لواحد منهم قول لتوماس ان لو شفت اي حد منكم هنا تاني هيرجع على نقاله. واللي قرر انه يخون توماس هو كمان ساعتها المفتش كامبل، وراح لبيت العم بولي ولفق لمايكل توما وقبض عليه، وحاولت العم بولي انها تمنعهم لكن بدون فايده. توماس اول ما عرف كل ده راح عشان يقابل المفتش كامبل في الكنيسه وكان هيتجنن، وقال له احنا متفقين انك هتوفر لي الحمايه لكن انت كده خنتني. وقال المفتش كامبل قال له فعلا في بينا اتفاق بس انت ما نفذتوش، وانا دلوقتي مع اخوك ارثر وابن عمتك مايكل لحد ما تنفذ اللي اتفقنا عليه والا هيتحكم عليهم. ساعتها توماس قال له ان المهمه اللي طلبها منه مش سهله، وفهمه ان بيت الضابط اللي عاوزين يقتلوه كل عساكر بتحميه، وقال له انه مستني الفرصه المناسبه عشان يقتله. رد عليه المفتش كامبل وقال له كل ده ما يخصنيش، تنفذ مهمتك اخوك قريبك يطلع، وقالت تخلص بسرعة قبل ما يتحكم عليهم. واتضايق توماس وقال انا مش هسكت على اللي بيحصل، وبيسيبه وبيمشي. وبيروح عشان يجتمع بعيلته وبتقول له العم بولي يتصرف بسرعة ويطلع مايكل، وبيقول له جون ان الشرطه اتحفظت على الخمر بتاعهم كله وسيطرت على الحانات اللي تبعهم واستولى عليها سابيني وإلفي، وعرفوا انهم قبضوا على كل رجالتهم اللي كانوا في لندن. ساعتها اتعصبت عليهم العمه بولي وقالت لهم انتوا بتتكلموا عن الشغل وسابيني ابني محبوس، وقال لها توماس ما تقلقش على مايكل وفاهمه ان الكلام في الشغل دلوقتي اهم والا كل حاجه وعملها هتضيع. ضايقت العمه بولي جدا من رد توماس وخدت اخوه فين وسابتهم ومشيت. وقال توماس لجون يروح لاخوه ارثر ويطمنه انه هيخرج قريب، وراحت بعد كده العمه بولي للمفتش كامبل الاسم عشان كانت فاكره ان توماس مش هيهتم بالموضوع، وقالت له انا ممكن اعمل لك اي حاجه بس تسيب ابني يخرج. رغم ان المفتش كامبل كان هيسيب مايكل يخرج فعلا بعد ما اتكلم مع توماس، لكن حب يستغل الفرصه وقال لها انه عاوز يعمل معاها علاقه وفي المقابل مايكل هيخرج من الاسم تاني يوم. صدمت العمه بولي في البدايه لكنها وافقت عشان خافت لا تخسر ابنها تاني بعد ما كان بعيد عنها طول السنين اللي فاتت. بالفعل تاني يوم خرج مايكل وكانت مستنيه عم بولي على باب الاسم، لكن مايكل قال لها انه مش طايقها وفاهمها ان العساكر قالوا له هي ازاي قدرت تخرجه بالسرعه دي وسابها ومشي. في الوقت ده جون كان في السجن بيقابل ارثر وبيحاول يطمنه وبيقول انه هيخرج قريب، لكن ارثر استغرب من كلامه وقال له انهم خسروا كل حاجه واخرج ازاي بعد ما كل رجاله إلفي شهدوا عليا. ساعتها قال له جون ان توماس عنده خطه، وبنشوف هنا واحد من رجاله توماس واسمه تومي وهو واقف بعربيه قدام بيت الضابط، وبيجي له العسكري اللي كان واقف قدام الباب وبيقول له ان ممنوع الوقوف هنا وطلب منه يتحرك بالعربيه ويبعد عن البيت، وحاول تومي ان يتكلم معاه في اي حاجه. ساعتها جون راح عند الباب وساب قدامه قنبله، ولما شافه تومي مشي بالعربيه بسرعه وبيمشي جون هو كمان وبتنفجر القنبله. واول ما المفتش كامبل عرف اللي حصل راح لتوماس البيت وقال له احنا كنا عاوزينك تقتل الضابط في بيته وانت فجرت قدام بابه قنبله، وعشان كده الضابط قرر انه يتنقل من البيت اللي عايش فيه، ودلوقتي مهمتك اللي كنت بتقول عليها صعبه بقت مستحيله. وهدده وقال له انا خرجت مايكل من الحبس بس اخوك ارثر لسه عندي. قال له توماس ما تشغلش دماغك انا عارف انا خرج اخويا ازاي، وفهمه انه عنده خطه. ولما ساله عنها المفتش كامبل قال له انه عارف انهم كانوا عاوزينه يقتل الضابط في بيته عشان يقبضوا عليه اول ما ينفذ مهمته ويعدموه بتهمه القتل، وانا هنفذ المهمه اللي انتوا عاوزينها لكن بطريقته. فهمه انه عارف ان الضابط هيكون موجود في السباق بتاع الحصان اللي في لندن، وهو قرر يقتل الضابط هناك وسط الزحمه عشان ما يقدروش يقبضوا عليه. وهنا بنكتشف ان توماس كان مخطط لكل ده من الاول، عشان كده اشترى الحصان العربي وقرر يشارك بيه في السباق عشان يبقى ليه الحق بشكل رسمي انه يكون موجود هناك، وبكده يقدر يقتل الضابط من غير ما حد ياخد باله. اتفاجئ المفتش كامبل لما سمع خطه توماس وقال له رغم ان احنا الاثنين اعداء لكن انا معجب جدا بذكائك، ورد عليه توماس وقال له انا مش معجب بغبائك. تاني يوم دخل ضابط على ارثر الحجز وقال له انه خارج، وعرفه ان كل رجاله إلفي اللي شهدوا ضده في جريمه القتل
راحوا النهارده الصبح النيابه وغيروا شهادتهم. استغرب ارثر وقال له الضابط ما تسالنيش ازاي لاني مش عارف. وبالفعل خرج ارثر واول ما طلع لقى تومي مستنيه في العربيه، ما كانش مصدق انه طلع من السجن. وقال له تومي اموت واعرف توماس خرجني ازاي. وعرفه تومي ان توماس مستني منه مكالمه عشان يتاكد انه طلع من السجن. وبنشوف توماس هنا وهو واخد واحد من رجالته وراح يقابل الفي. وقف المساعد بتاع الفي على الباب وقال له انه يدخل لوحده، وامر توماس الراجل اللي معاه انه يستناه بره ودخل عشان يقابل الفي. لكن وهو في الطريق وقف جنب برميل خمره ونزل وربط جزمته. اول ما دخل لالفي جات له المكالمه بتاعت ارثر وتاكد انه فعلا خرج من السجن وقعد واتكلم مع الفي. وهنا بنعرف ان سابيني خلف في وعده مع الفي وان الحصه اللي قال له عليها في سباقات الحصانه كانت مجرد كلام. واول ما توماس عرف باللي حصل عرض على الفي انه يبقى شريكه في شركه الاستيراد والتصدير القانونيه بتاعته لكن بنسبه 20%، ومن دلوقتي يقدر يصدر الخمر بتاعه بشكل قانوني. وكان خروج ارثر من السجن جزء من الاتفاق. ساعتها وافق الفي على العرض وامر رجالته انهم يغيروا شهادتهم لحد ما توماس يجي يقعد معاه ويمضي عقد الشراكه مع بعض. ده كان الاتفاق. لكن المفاجاه ان هما بيتكلموا مع بعض طلع الفي ورقه مكتوب فيها ان النسبه بتاعته في الشركه هتكون 100% وان توماس مش هيبقى ليه اي حاجه، وطلب منه يمضي عليها. ولما رفض توماس صوب عليه المساعد بتاع الفي المسدس وهدده انه هيقتله لو ما مضاش على العقد. وهنا بنتفاجئ بتوماس وهو بيقول ان هو داخل مصنع نزل وربط جزمته جنب برميل خمره، وعرفوا ان حط جنب البرميل قنبله كفيله انها تفجر المصنع كله باللي فيه، ده غير ان الخمره كمان هتساعد على الاشتعال. قالوا ان الراجل اللي معاه اللي هو سايبه بره معاه رموت القنبله دي، ولو ما خرجتش قبل الساعه 7 هيفجر المصنع كله وساعتها كلها هنموت. وفهموا انه قدامه 5 دقايق. وهنا امر الفي المساعد بتاعه انه يخرج ويقتله بسرعه، لكن توماس فهمه انه قايل للراجل ان لو اي حد خرج من المصنع غيره هيدوس على الزرار. توتر جدا المساعد بتاعه وتعصب عليه الفي وقعد وابتسم لتوماس واتفق على نسبه 35%. خرج توماس وقعد مع اخواته وبقيه العصابه وعرفهم انهم هيروحوا السبق وهم مسلحين عشان يسيطروا على كل سجلات السبق بتاعت سابيني، وفهمهم ان رجاله سابيني مش هيكونوا مسلحين لانهم معتمدين ان الشرطه اللي هناك هي اللي هتحميهم. وانا متفق مع الشرطه انهم ما يتدخلوش في اي حاجه احنا هنعملها هناك. بالفعل راحوا السبق وتوماس كان واخد معاه ليزا هناك عشان تساعده انه يقتل الظابط، وقال لها تتصرف وتحاول تقنع الظابط انه يعمل معاها علاقه او تاخده لاي مكان بعيد عن الناس. واتضايقت ليزا لانها كانت بطلت الشغل ده، ولما صدقت انها اشتغلت شغلانه محترمه اخيرا، لكن توماس قال لها انه هيجي لها قبل ما الظابط يعمل معاها اي حاجه. قدرت ليزا فعلا انها تاخد الظابط لمكان ما فيهوش ناس، وحاول الظابط يعمل معاها علاقه، لكن توماس جه في الوقت المناسب واتخانق مع الظابط وقدر انه يقتله. وراح بعد كده وقعد مع سابيني وقال له انت اللي خسرت والحرب اللي بيننا طلعت انا منها الفايز. واتضايق سابيني وكان هيطلع مسدسه، لكن توماس قال له ان المكان كله شرطه وظباط كبار ولو فكرت تطلع المسدس انت اللي هتزعل. ساعتها ارثر وبقيه العصابه كانوا بيضربوا رجاله سابيني اللي موجودين في السبق وحرقوا كل السجلات الخاصه بالحصانه بتاعت سابيني وسيطروا على السبق. وبيكون في الوقت ده المفتش كيمبل بيتكلم مع وزير تشرشل في التليفون في مكان السبق وبيطمنه ان المهمه تمت بنجاح، لكن فجأة بتجيله العمة بولي وبتقوله ان توماس هو اللي قالها انه موجود هناك. وقفت معاه وطلعت المسدس بتاعه وقالت له انت استغلتني اسوأ استغلال عشان كده مش هيبقى صعب عليا ان اقتلك دلوقتي، وضربته بالنار وقالت له اوعى تفكر تلعب مع البيك بليندرز. وساعتها مشيت وهي فرحانة. وراحوا كلهم لحانك جيرسون مع ارثر واحتفلوا بنجاحهم في السيطرة على لندن، ودخل توماس على مايكل المكتب وشربوا مع بعض الكاسين وقعد وقال له انه بيفكر يتجوز. وانتهى الموسم الثاني من المسلسل، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الافلام اشتركوا وفعل الجرس.